السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. وصلنا عاود للترونسبور ممبرانير. كما لاحظتوا احنا ماشيين بشوية بشوية اون باراليل مع الكور باش يكون شي واضح ويكون كل شيء في المكان ديالو الصحيح. لو ترونسبور ممبرانير، يعني قبل ما نهضر على لو ترونسبور ممبرانير هضرت على لا ممبران في الاول باش نعرفوا شكون المسؤول على لو ترونسبور ممبرانير، ولا كيفاش كنحافظوا على ليكيليبر ديال الترونسبور مومبرانير، ولا ليكيليبر ديال الخلية، سواء من برا ولا من الداخل. انتروداكسيون شوية طويلة، مي غادي نحاول نلخصها لكم في واحد النقيطات. هضرت على لا كاركتير هيدروفوب، هضرنا عليه قبل في لا مومبران، قلنا بأن لا مومبران كتكون دوبل كوش ليبيديك. هاد دوبل كوش ليبيديك راهم هيدروفوب، يعني شنو؟ يعني كارهين، بعض المرات كيكونوا كارهين للماء وبعض المرات كيكونوا محبين للماء. هيدروفوب اي لا بارتي انتيغ دو لا دوبل كوش ليبيديك. اون في اون باريير اكستريمون امبيرميابل ا لا بلوبار دي موليكول بولار، يعني بحال هي هيدروفوب، يعني كارهه للماء. والماء عنده واحد الكاركتير بولار، يعني عنده واحد الجهه بوزيتيف وان اوتر نيجاتيف في لا موليكول دو. يعني هذا الكاركتير هذا راه ما كيخليش بزاف ديال لي مولي، يعني هذا الكاركتير هيدروفوب ما كيخليش بزاف ديال لي كار ديال لي موليكول لي بولار اللي بحال الماء يدخلوا. هاد الشغل ديالها كبارير هو مهم بزاف. علاش؟ حيت كيخلي الخليه تسقط عند تسقط واحد 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 كونسونطراسيون، واحد التركيز ديال 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 لي سولوتي ديال الاشياء ديال لي سولوتي ما بين السيتوبلازم والميليو اكسترا سيلولير ديال الخليه، ما بين السيتوبلازم والخارج ديال الخليه. يعني في كل كومبارتمون ديال لا سيلول ديال لا ممبران كيكون عندنا واحد لوميوستازي. هاد لوميوستازي شنو هو؟ هو هضرنا على لوميوستازي سيلولير، لوميوستازي تيسيلولير. يعني لوميوستازي سيلولير هو ليكيليبر الخلوي، يعني الخليه كتاخذ واحد ليكيليبر ديالها، واحد لوميوستازي. Mais c'est précisément pour cette raison que les cellules ont dû développer un système particulier pour transporter les molécules d'eau solubles à travers la membrane. Je ne veux pas dire. Il y a une bien chalia, had l'imperméabilité là en dehors de la membrane, ça développe pas. Il y a une, ou quand il y a un développement de la de chip protein, les qui peuvent nous habiller en dehors les solutés, ou tu as de même le temps tu as de la يعني اختارت بانهم ندخلهم ماشي من لا مومبران، ماشي من لا بيكوش ليبيديك، مي من دوطخ بروتين، يعني من بروتينات وحدين اخرين اللي كيخدموا العمل ديال كيخدموا العمل ديال 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 الترونسبور. لي سيلول دواف انتيغري دي سوبستانس نوتريتيف اسونسييل اي اكسكريتي دي ديشي ميتابوليك، اي دواف اوسي ريغلي لي كونسونتراسيون ايونيك انترا سيلولير. هادشي علاش؟ باش تدخل لي سوبستانس نوتريتيف اللي كتستاهل اللي كتستعملها في لو ميتابوليت في لو ميتابوليت ديالها، وكتخرج لي ديشي ميتابوليك. يعني هذا عرفنا هذا الفينومين ديال ليكزوسيتوز، كنخرجوا لي ديشي ميتابوليك. لا ريغولاسيون ديال لي كونسونتراسيون ايونيك انترا سيلولير، ريغولاسيون لو ترونسبور دي زون ان اورغانيك اي دي بتيت موليكول هيدروسولوبل ا ترافير لا دوبل كوش ليبيديك سيفيكتو غراس ا دي بروتين ترانسمبرانير كيما قلنا في الاول spécialisé dont chacun est responsable de transfert d'un ion spécifique ou d'une molécule ou d'un groupe spécifique d'ions ou de molécules étroitement apparentés. Je ne veux pas me matcher. Yani, كل protéine ou كل transporteur qui دخل ou qui est transporté, شي حاجة اللي هو مهتم بها، يعني اللي كيتمكن من التدخين ديالها أو الإخراج ديالها، يعني ماشي اللي جاي يدخل واللي جاي يخرج. ضروري كاين بروتين اللي كيدخلوا لنا الجلوكوز، كاين البروتين اللي كيخرجوا الصوديوم ولا البوتاسيوم، كاين لي بروتين اللي كيدخلوا الماء، كاين البروتين اللي كيخرجوا لي ديشي. بزاف ديال الانواع ديال الترونسبور كاينين في الخليه. لا سيلول اون اوس ان سي ديفلوبي دي سيستيم دو ترونسبور دي ايون اي دو ماكرومولكول فيزون انترفونير دي بروتين مومبرانير كيما قلنا ترونسبورتور لي بومب ولي كانو. Les raisons pour lesquelles les cellules ont besoin de ces protéines de transport membrane. علاش كاين علاش علاش الخليه بهذا التransport هذا؟ شنو كتحتاج به ولا شنو كتستنفع منه؟
كاين ثلاث حوايج، هي لابروفيزيونمون اون ميتابوليت، يعني كما كنقولوا ملء الخلية بالأشياء اللي كتستهلكها. يعني بحال عندنا شي مغازا وكيجي المشتري، هذا سيت ان اكزومبل، واحد لا ماغازين كيجي المشتري، كيجي المستهلك باش يشري شي حاجة، كيلقى كلشي اللي بغا، ما عندوش مشكل، ما كاينش ما عنديش هادي ولا ما عنديش هادي، كيجي كيلقى كلشي. وهذا هو المعنى ديال لابروفيزيونمون اون ميتابوليت، لا لابروفيزيونمون اون جينيرال. يعني الخلية كتحتاج كتدخل أي حاجة كتحتاجها في لا نوتريسيون ديالها. ليليميناسيون دي ديشي ميتابوليك منها كتسوفي باغ اكزوسيتوز، ملي كيكون عندنا واحد لو ديشي وكنخرجوه كيخرج برا على الخلية. لو مانتيان دو كونسونتراسيون ايونيك بيان ديفيني، هادي عطنا لو مانتيان دو كونسونتراسيون ايونيك، يعني لا كونسونتراسيون ديال الخلية من الداخل غادي يكون ايكال على الخلية من برا، باش كتبقى محافظة على لا كونسونتراسيون ديالها، على التركيز ديالها. في لي تيب دو ترونسبور كاين دو غران تيب، كاين ترونسبور دو غران موليكول au transport des petites molécules. Alors, le transport des grandes molécules fait deux types de transport des grandes molécules les voit par endocytose la par exocytose. Les données à l'endocytose l'exocytose qui est une ouais vidéo d'ailleurs. Le transport des petites molécules et ma qui compte par voie passive la transport passive, la voie active au transport actif. و تو سا سي ابروند باك، يعني ما كاينش شي حاجه، كلشي خصو يكون محفوظ باش تفهم كومون دي سيتون ماتيور دو باز، خصو تكون عارف شنو كاين، شنو كيوقع في الخليه. لو ترونسبور باسيف هو سي ان ترونسبور كي نو نيسيسيت با دو لينيرجي اي سو في دون لو سونس دو غراديون، يعني ما كيحتاجش للطاقه وكيكون في لو سونس دو غراديون. شنو هو لو سونس دو غراديون؟ لو سونس دو غراديون هو عندنا بزاف ديال الصوديوم على برا وما عندناش لداخل. لو سونس دو غراديون هو من برا يدخل لداخل، يعني التركيز على برا، الصوديوم بزاف على برا كيدخل اترافيغ لا مومبران ولا اترافيغ دي ترونسبورتور دي بروتيين لداخل. هذا هو ترونسبور دون لو سونس دو غراديون. كونتر لو سونس دو غراديون الا كان عندنا الصوديوم بزاف على برا وشويه لداخل وكنخرج الصوديوم من الداخل لبرا، هذا كونتر لو سونس دو غراديون، لان لو غراديون كاين بزاف، لا كونسونتراسيون كاينه بزاف على برا وقليله على الداخل، ومع ذلك كنحتاجو كيخرج. لا فوا اكتيف دو ترانس او ترانسبور اكتيف او كونترير دو ترانسبور باسيف هو خاصو طاقة، و سو في كونتر لو سونس دو غراديون. يعني لو كنا نخرجو الصوديوم كونتر لو سونس دو غراديون راه الفو دو لا دو لينيرجي سو فورم دا تي بي باش نخرجوه، يعني خاصنا الطاقة كاملة باش ندفعو الصوديوم يخرج على برا. Le transport de grandes molécules, c'est un transport se fait sans dépense de l'énergie et se fait par deux types. Il y a maquillage l'énergie qui compte deux types. Emma, l'endocytose ou là l'exocytose. L'endocytose se fait deux types. La pinocytose ou la phagocytose. Je ne forme pas de pinocytose ou phagocytose. La pinocytose, il y a une embryon transporté ou chez un liquide, chez substance liquide. C'est substance liquide. Ou la phagocytose. C'est le transport des substances solides. La phagocytose, qui dira les macrophages, qui compte les macrophages, il y a les macrophages qui dira que c'est la phagocytose, l'action de manger. Ou que le chali, il y a quelque chose solide, qui dira une action de manger, et la fait entrer et qui défait ma bas. L'exocytose. L'exocytose est soit constitutive ou soit par récepteur. Il a pris ce acclin. هضرنا على لاباري دو جولجي. لاباري دو جولجي غير كات اونفاي لي سوبس لو روتيكولومون دو بلازميك، غير كي اونفاي لي سوبستانس لاباري دو جولجي، راه كي اونفايهم لاباري دو جولجي كتاخد ديك لو سوبستانس كدير لهم لا فاغوسيت وكدير لهم ليكزوسيتوز من بعد، مي راه ما كتحتاجش ريسيبتور باش تقبض هادوك، يعني كيكون سوا كونستيتيسيف سوا بار ريسيبتور. يعني اما كونستيتيف ما كتحتاجش ريسيبتور باش تتعرف على هذيك على داك الشيء اللي عادت اكزوسيتوز، دير لهم ليكزوسيتوز، ولا بار ريسيبتور الا كان عندنا شي فيروس ولا شي حاجه كدير له اكزوسيتوز بار ريسيبتور وكتسلمي على برا. لو ترونسبور دي بوتيت موليكول سي ان ترونسبور، انا قلنا فيناها جوج، لو ترونسبور باسيف ولو ترونسبور اكتيف. لو ترونسبور باسيف فيه دو تيب، اما ديفيزيون سامبل ولا ديفيزيون فاسيليتي.
Déjà, vous formez une diffusion simple, une diffusion facilitée. La diffusion simple, elle s'effectue pour les substances lipophiles et liposolubles. Ces molécules passent à travers la couche lipidique de la membrane. Maintenant, la diffusion simple, il y a les molécules des substances à travers la couche lipidique. À travers la couche lipidique. Maintenant, بان كاينين بعض المواد اللي كيدخلوا لنا من لا مومبران، يعني ما كيحتاجوا لا بروتين لا ترانسبورتور لا بروتين كانال لا حتى شي حاجه، كيدخلوا على طريق لا بيكوش. منهم كاين لي ليبوسولوبل، وكاين لي ليبيد دهنيات، كاين الاكسجين حتى هو كيدخل اطراف هذا، كاين لازوت، لازوت 2 ان 2، وكاين اش 2 او. مي اش 2 او كميه قليله اللي كتدخل à travers la bicouche lipidique, c'est un il est polaire, ou la bicouche lipidique, mais qu'elle trache les molécules polaires, mais qu'elle trache des petites quantités de H2O, La diffusion facilitée, c'est un transport passif aussi, mais qui ne nécessite pas d'énergie, il fait appel à des permillases. Je nomme des permillases. Les permillases sont les protéines. Des protéines spécifiques les molécules de c'est un phénomène saturable ce que tu as un phénomène saturable يعني ما كتدخل الا واحد العدد قليل واحد certain nombre واحد العدد معترف به معروف ديال النومبر ديال المولكيول اللي كتحتاجهم الخليه نعطيكم واحد المثال ديال ديفيزيون فاسيليتي. ديفيزيون فاسيليتي هو الجلوكوز، لو ترونسبور دو جلوكوز. ترونسبور دو جلوكوز عنده دي بروتين اللي هما سبيسيفيك، هاد لي بروتين سبيسيفيك كيقبطوا لنا الجلوكوز كيدخلوه للخليه. مي الخليه ما تقدرش تاخد بزاف ديال الجلوكوز، كتاخد واحد العدد قليل اللي كيمكن لهم لا ديغراداسيون من بعد، اللي كتحتاج في لا سانتيز دي تي بي وفي لو سيكل دو كريبس وفي الجليكوليز. ملاحظه واحده اخرى، لو الماء كيدخل اترافير لا ممبران سيتوبلازميك اون نو بران دي كانو سبيسيفيك دو لو ابلي اكوابوري، يعني الماء قلنا كيدخل من لا بيكوش ليبيديك، ما كيدخلش بدو كرونت كونتيتي. لي كرونت كونتيتي كيدخلوا اترافير واحد لا واحد واحد لا بروتين، لا بروتين لاكوابورين. فو دوفي لا بروندر دو فو دوفي لا كومبروندر، خصكم تفهموها وتعقلوا عليها بزاف. لاكوابورين كتدخل لنا دي كرونت كونتيتي دو لو، كتدخل دي كروند كونتيتي دو لو، عكس لا ديفيزيون لا ديفيزيون سامبل. سي كانو بوغون سوا اتر اوفيرت او فيرمي، اي كيكونو فيرمي سا سي اون باريير، اي كيكونو اوفيرت راه كيدخل الماء على حساب الحاجة الخلية للماء. لو ترونسبور دي بوتيت موليكول، كاين لو ترونسبور اكتيف اي اوسي فيه دو اما بريمير ولا سكوندير. نشرح شنو هو بريمير وشنو هو سكوندير. لو ترونسبور اكتيف بريمير كيل سوا شارجي او نو، لو سوليتي بوف اتر اكتيفمون ترونسبورتي كونتر لو غراديون دو كونسونتراسيون اي لي سولينيي ماشي سولينيي اي لي كولوري كونتر لو سونس دو غراديون كونتر لو غراديون دو كونسونتراسيون دو ترونسبور اكتيف بريمير à travers la membrane et donc en couplage avec un processus exergonique. Had exergonique ce que ça veut dire? Exergonique, ça veut dire bien là. Qu'il y a des تفاعلات اللي كيكونوا exergonique ou qu'il y a des تفاعلات اللي كيكونوا endergonique. Exergonique يعني في الحاجة في حاجة إلى الطاقة، يعني خاصهم l'énergie طاقة سوفورم ATP دائما باش يكون باش تكون هاد باش تكون هاد التفاعل. يعني transport actif contre primaire contre le gradient de concentration et c'est un processus exergonique. يعني لا كانت contre le gradient de concentration لا ضروري خاصها الطاقه باش دار، يعني ما يمكنلكش تخرج شي حاجه ضد التيار، تخرج شي حاجه ضد التيار وتكون سهله، ضروري خصك واحد الطاقه باش تدفع و اون بومب. On parle de transport actif primaire lorsque c'est une réaction chimique exergonique. Lorsque c'est une réaction chimique exergonique qui est couplée au transport. Le plus souvent, on a hydrolyse d'ATP. Exemple de la pompe sodium, potassium et des cellules animales. Et les cellules animales. C'est une hydrolyse d'ATP qui fournit de l'énergie nécessaire au transport. Et nous avons dit que nous avons une source qui est très importante. La hydrolyse de
sodium, potassium. La pompe Na+, Na+, K+. Adna naya Na+, de wa sodium, la potassium manar. La reconnaissance de Na+, qui est trop, qui est fixée à de la protéine. Une hydrolyse de l'ATP. ATP, ADP, yani, taqa, qui est fixée, changement de conformation, qui est fait, marquage de la cellule, qui est fait, ou qui est fait, qui est fait, K+, le potassium, la reconnaissance de K et le changement de conformation aussi, qui change de conformation. Une fois qu'il est trop le K+, qui est tel le phosphate, les génames ATP. Les génames ATP. Changement de conformation, largage de K+, à l'intérieur de la cellule, qui est trop le K+. Ou le cycle qui est. Et on a Na+, contre le gradient de concentration, il y a K+, il y a bizarre, ou K+. Le plus souvent on utilise l'ATP, exemple la pompe sodium potassium de cellules animales. Quel transport actif secondaire? On parle de transport actif secondaire lorsque la cellule est pompée en utilisant un gradient de concentration. L'axe, c'est-à-dire le transport actif primaire, c'est-à-dire le gradient de concentration ionique. Mise en place d'une pompe primaire, très souvent le gradient de concentration utilise le gradient de sodium et la pompe sodium-potassium. Le transport de la substance peut se faire dans le même sens que celui de sodium, on parle de symport, ou dans le sens contraire, on parle d'antiport. Même maintenant, on a un transport des substances et le sodium avec le glucose qui est le ou l'antiport qui est contrôle, yani chi dakhl ou chi kharj, qui yakhdou nefs le qui yakhdou nefs 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 le protéine, mais واحد كيدخل وواحد كيخرج اللي هي هذه. هذا antiport, c'est un travail antiport. Le transport actif antiport, Na+, K+, ATPase pompe. Na+ كيخرج, K+ كيدخل, on réduit de l'ATP. C'est ça, on fait une concentration de Na+, concentration forte de Na+, milieu extracellulaire. C'est une faible concentration de Na+. Et les cas où on a Na+, c'est la faible, le compartiment à faible concentration, le compartiment à forte concentration. Et là, il nécessite de l'énergie ou c'est un transport actif antiport. Le transport actif sans port, les voies. Na+ et le glucose. Na+ utilise le glucose parce qu'il trouve. Na+ mal le glucose qui est le juge. Na+ ou le glucose. On a donc comme à l'insuline. L'insuline joue un rôle majeur dans le passage de glucose vers le milieu intracellulaire. Un rôle majeur dans le passage de glucose vers le milieu intracellulaire. Ainsi, sans l'insuline dans le sang, le glucose ne peut entrer dans les cellules et la glycémie augmente. La cellule nerveuse sont insulino-indépendantes. Les transporteurs de glucose sont toujours présents dans leur membre. Je nous vois l'insuline. L'insuline, qui a un rôle kbir dans le glucose, le cytoplasme. Il a maquillé l'insuline. كي يكون ارتفاع ديال تحلون الدم اللي كنعرفوه بالسكر بالدارجه. مي كيف كيخدم هذا الانسولين؟ الانسولين اون فوا كيتضرب في الدم، وانا نهضر على الناس اللي مرضين بالسكر، غير كيضربوا الانسولين في الدم، الانسولين كيمشي للخلايا، كيمشي دائما للخلايا، كيمشي للمومبران وكيلتصق بواحد الكومبارتيمون. L'insuline se fixe spécifiquement au récepteur. Il y a un des récepteurs qui est fixé à fion. Et qui est fixé avec le récepteur, qui a le signal. Qui a le signal dans le chalaya. Il y a un message. Un récepteur dans le chalaya. Je ne fais pas de récepteur. Le récepteur qui a un nara. Il y a beaucoup de glucose dans le dom. Le glucose dans le dom, il y a un dom. 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 Il y a un dom.
اللي غادي يعطي واحد لي غادي يعطي واحد لي زانكونفينيو على صحته، لي زانكونفينيو على صحته. الانسولين كيسفيكس على لا مومبران، لا مومبران كتصيفط دي ميساج اللي وصلهم اللي وصلوها من عند الانسولين، كيمشي كتوصل للعقل المدبر اللي هو النويو، كيعطي دي ميساج باش يكونوا دي بروتيين ترونسبورتور ديال الجليكوز. هاد لي بروتيين كيمشيو كيتفيكساو على لا مومبران باش كيقواو. الا كانوا عندنا ثلاثة ديال لي بروتيين ترونسبورتور دو جليكوز، كيوليو 10 ولا 6 ولا 8 باش كيدخلوا كاع الجلوكوز الزائد في الدم. داك الجلوكوز اللي زايد في الدم كيدخل داخل الخلية اللي كتتم لا ديغراداسيون ديالو ولا كتتم الهضم ديالو. هذا هو لو رول ماجور ديال الانسولين. يعني واخا الانسولين كنسمعو الانسولين معندوش شي اعمال ديالو جد بسيطة، فقط كيلتصق على الخلية وكيعطي لها واحد الميساج. هو الانسولين ديفوز ميليو انترستيسيال. L'insuline se fixe spécifiquement au récepteur. La liaison de l'insuline récepteur induit un signal. Le signal permet par exocytose l'incorporation de transport de glucose dans la membrane vésicule contenant le transporteur de glucose. Le glucose diffuse à travers la membrane via le transporteur de la membranaire. La diffusion de glucose en fonction de gradient de concentration. شيء بسيط جدا. كونكلوزيون، في النهاية من أجل هاد لا بيرميابيليتي تخي سيليكتيف، هاد الدخول اللي كيكون سيليكتيف بزاف، اللي كيكون انتقاء، هاد الانتقاء وهاد القدرة على الانتقاء ديال الأشياء. إل جو أن دوبل روند دو لا بروتيكسيون، أولا الحماية، ثانيا المراقبة، كتحمي المراقبة لا بروتيكسيون إلا كونترول دي جيشونج، مراقبة ديال الأشياء اللي لي جيشونج، الأشياء المتبادلة ما بين الميليو انترا سيلولير و اكسترا سيلولير. دائما با داتريبيسيون، با دوتيلازاسيون كوميرسيال و با دو موديفيكاسيون. ميرسي بور فوتر اتونسيون و على بروشين فوا. توجور سي موا كو فو بريزونت سا. فو بوفي افوار لو ليان دو كور دو لا ديسكريبسيون بور كي نو كومبرون با لا داريجا. بور بلوس دانديكاسيون دو كومونيكاسيون فوالا مون فيسبوك بيرسونيل، باج اوفيسيال اوسي. ميرسي. Et à la prochaine.